نيل السيجاره تفضل. احنا من عائلات مفقودين في 13 مارس 2011. احنا جينا اليوم اول جلسه في محاكمه المجرمين اللي قتلوا اولادنا، ونتمنى من المحكمه ان تكون عادله في القضيه، في القضيه لان القضيه دي حقيقه قضيه جنائيه، لان المتسبب في موت 41 شاب تونسي تعمد باش يقتلهم معناها سخر لهم فلوكه عندها 7 سنين ما خدمتش، كانت مكسره تهز 15 وواحد عليها 46. هذه قضيه جنائيه، هذه قتل بالعمد. احنا انا نشكر السيد، نحب بالمناسبه هذه نشكر السيد وكيل الجمهوريه نتاع المحكمه الابتدائيه بصفاقس اللي هو قبلنا وسمعنا قبل العائلات وسمعها، ونشكره كثير لانه تفهمنا وانا اعطيته معطيات اللي مش موجوده في ملف القضيه، منهم ان الفلوكه هذه عندها 7 سنين ما خدمتش، وهذه نحب ناكد عليها لان العمليه جريمه بحق في حق 41 شاب تونسي. انا قلت للسيد وكيل الجمهوريه وعلمته بالامور هذه، وخذاه بملاحظات، وان شاء الله قال لي نوعدك اللي حقكم باش تاخذوه. وانا نشكره بالمناسبه هذه السيد وكيل الجمهوريه بمحكمة الابتدائية نشكره، هو المساعد نتاعو يعذروني اذا كان ما نعرفش اسمه السيد المساعد، لانهم حقيقه يشرفوا القضاء التونسي، يشرفوا القضاء التونسي حقيقه، لانهم كانوا في المستوى